صباح الخير. كيفكم يا شباب؟ كيف الصحة؟ إن شاء الله كويسة. الله سامعيني ها؟ أي شابتر اليوم معنا؟ شابتر 16 عم نفتح فيه صح؟ نفتح فيه ونسجل المحاضرة وإن شاء الله إنه الكل يكون موجود. الآن لحد الآن في 21 واحد. أمامكم الديسكتوب. شابتر 16 موجود صح؟ خلينا نشوف ليش بوست. الله شيرينج شيرينج از كيرينج ها. الو، في حد سامعني من الشباب من الصبايا من حدا؟ سامعين مالكم صوتكم؟ سامعينك. زعلانين؟ صبحتوا يعني مش مصحصحين؟ صبحتوا هلا صاحيين من النوم؟ شو القصه؟ وين المعنويه؟ في معنويه يا جماعه؟ في معنوية صح؟ مية مية دكتور، في معنوية. ممتاز. All participants are muted. More allow participants to mute themselves. يعني you can mute yourself and you can unmute yourself. All participants to unmute themselves, yes. طيب، وين وصلنا في المحاضرة الماضية؟ تذكروني؟ الصوت واضح؟ واضح الصوت دكتور. واضح؟ آخر شيء أخذناه الفترة الموديل. ممتاز، إذا واضح. ممتاز جدا. أنا بكيف لما يكون الصوت واضح. على كل حال، إحنا عم نسجل المحاضرة هاي كمان احتياط. الكم والحضور لحد الآن أنا منزعج من الحضور، أنه 26 28 عم بيزيدوا شوي، بس لحد الآن الناس مش ماخذين الأمور جدية، بيعتقدوا أنه يعني هذا مش محسوب، هذا كله محسوب وفي يمكن أن يكون في حرمان وفي كذا وفي كذا وفي مشاكل. وهاي المواد اللي مدرسكم إياها هي يعني صوتك واطي شوي، مطلوبة في الامتحانات القادمة اللي راح نعملها في أقرب فرصة لما نرجع للجامعة. الكويزات أيضا معتمدة، راح تعتمدها الجامعة اللي نعطيك إياها كل أسبوع. أوكي، فنرجو الاهتمام، نرجو إنه الحاضر منكم يعلم الغايب في أهمية المحاضرة اللي هي distance learning. طيب، إحنا في المحاضرة الماضية حكينا عن leadership وأكدنا على أهميته، وحكينا عن عدة نظريات في الليدرشيب، منها behavioral و traits و contingency theory اللي هي آخر شيء، وعلى رأسها فيدلر موديل اللي هو صاحب contingency theory. ركزنا على الفكرة الرئيسية من contingency theory اللي هي شغلتين. أول واحدة اللي هو style of the leader. الشغلة الثانية هي الشيء، مين يقول لي؟ style and situation كمان. لازم نعمل matching بين style و situation. نعم، نعمل matching بين style. صوتك مش عالي، واطي. نعم، الصوت واطي.
بقول بنعمل ماتشنج بين الستايل والسيتويشن صح؟ هسه واضح؟ نعمل ماتشنج بين الستايل والسيتويشن. وهذول الثلاثة اللي أمامنا نركز عليهم اللي هو فيدلرز سيتويشنال كونتينجنسي. هذول بيعبروا عن إيش؟ بيعبروا عن ستايل تبع الليدر. أوكي؟ إنه ممكن يكون في الليدر ممبر ريليشنز، ممكن يكون تاسك ستركتشر، ممكن يكون بوزيشن باور. هذول بناخذهم بعين الاعتبار لتحديد ستايل. هاي الصورة بنطلعش عليها بنهتمش فيها. بعدين وصلنا في المحاضرة الماضية عند هيرسي، واحد اسمه هيرسي أو هيرشي، and Blanchard's situational leadership style. أوكي؟ إن شاء الله يوم من الأيام يكون فيه أحمد ولا محمد ولا حسن ولا طارق situational leadership style. Situational leadership theory اختصارها SLT. A leadership contingency theory or situational theory. لاحظ contingency situation نفس المعنى. A contingency theory that focuses on followers readiness. Readiness إيش يعني؟ استعداد. هلا أنت عندك readiness. Readiness وين تمثل؟ استعدادك لحضور المحاضرة. أوكي؟ لما بدك تشتغل شغلة في الحديقة مثلا في الزراعة في كذا، استعدادك لهذه العملية. الإنسان عنده استعداد ready. To which extent you are ready to do the job. وهي مهمة في situational leadership. هاي واحدة. في واحدة ثانية هلا بنحكي عنها. إذا readiness هي استعداد. Which describes the degree to which job assignments are formalized and structured. إلى أي درجة توصف هذه، إلى أي درجة إن الوظائف formalized and structured. في عنا هون style of leadership. حسب هاي النظرية في أربعة أشكال للستايل. هون الستايل اللي هو telling, selling, participating, delegating. telling كناية عن اللي بيضلوا يحكي، بيضلوا يلقلك، بيضلوا يقول لك سوي 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 سوي. ففي leaders الستايل تبعهم telling all the time do this do that. فهذولا بيكون عندهم ال relationship تبعتهم high task low relationship. ما بهتم بال relationship، بهتم بالعملية بالtask. النوع الثاني اللي هو selling، وهي كناية عن high task أرضه و high relationships. يعني زي ماركتينج، يعني المدير بنتقل من التيلينج ممكن للسيلينج، او بكون واحد ثاني سيلينج. ايش سيلينج؟ يعني he tries to convince you to do the job. He cares about the job and tries to convince you to do the job. يا حبيبي سوي هيك، اعمل هيك، لازم تسوي هيك، لازم تسوي هيك، لازم كذا، لازم كذا. في نوع من الحنيه، نوع من الريليشن شيب. لكن التيلينج نو no. is tough and cares only about the task. Relationship enough. Selling يعدر بيهتم بأنه يكون زي marketing man to market the job, the task, the objectives, the role of the employee to do the right job. يعني الموظف يتندي عليك كل يوم أو المدير بيقول لك ترى شوف اليوم، اليوم يومك، اليوم بدنا احنا نشتغل صح، بدنا الكاستمر يكون ساتسفايد، يكون شغلنا هاي كواليتي. هذا بيكون هاي ريليشن شيب. بنفس الوقت بيكون هاي تاسك. هاي تاسك يعني هي كيرز هايلي اباوت ذا تاسك. النوع الثالث، الستايل الثالث، ممكن يكون هذول اربع اشخاص مختلفين، اللي هو بارتيسيبيتنج، الشخص المشارك الذي يعني مش هو مشارك، هو يدعم فكر المشاركه و عملية المشاركة. لذلك هو بيكون الستايل تبعه ينطوي على two types. low task بتركها إلك task to do your job by yourself but high relationships. Those people who allow employees
to participate, to discuss. They delegate them. They give them some authority to certain extent. لكن أعلى واحد اللي هو delegation, delegating style. Delegating style زي participating بس أقوى كثير. اللي هو low task, low relationship. مش معنى low relationship he doesn't like you. No, he is leaving you to do the job. Maybe participating style كل يوم بشوفك. لكن delegating بشوفك الشهر مرة. ليش؟ لأن أنت مغني عن السؤال، مغني عن التدخل. فhe gives you the job to do it by yourself. So he does not interfere in you. ما بتدخل فيك في هذه الحالة. يا شباب نرجع للsituational leadership theory. هون الصفحة اللي قبل شوي حكينا عنها. في الموظف اللي هو مهم جدا في situation. في عنده شغلتين. Two things. الاستعداد اللي هو readiness. وإنسى التعريف هذا لأنه مش مجمع كثير. بس اتذكر إنه readiness معناها to be ready to do the job. والنقطة الثانية اللي هي تيجي هون عندنا اللي هي willingness. لاحظ R1, R2, R3, R4. شو فيهم؟ فيهم كلمة بتتكرر في كل واحد فيهم. إيش هي؟ إيش هي يا أحمد؟ أو يا محمد أو يا حسن؟ أو يا willingness دكتور willing. كلمة willing. willing بتتكرر في كل كلمة. أحسن. willing يعني الإرادة. يعني الرغبة. يعني الدافعية. يعني الموتيفيشن. فلذلك السيتويشن اللي بتعلق في الموظف اللي انت بتديره انت الستايل تبعك ممكن يكون ديليجيتنج. حطيته على اليمين. على اليسار السيتويشن اللي هو الموظف. الموظف لازم يكون willing and able. وين بنلاقي هاي willing and able؟ في اي وحدة؟ في اخر وحدة اللي هي R4. صح؟ لكن R1 و R2 و R3 كلهم بتشكلوا. في منهم willing، في منهم unwilling، في منهم able، في منهم unable. المسج الغاية من كل هالخلطة هاي بأنه يعني the willingness, your motivation, your ability, استعدادك, readiness are both very important to do the job. Right. يعني طالب مثلا طالب حتى يكون جاهز جاهزيته لازم يكون عنده الرغبة. لازم الطالب يكون عنده ability. إذا كنت أنت بتأخذ درس رياضيات طالب التوجيهي، إذا بأخذ درس رياضيات على التلفزيون هاي على القناة الرياضية وما كان عنده القدرة يفهم الدرس وما كان عنده الرغبة يفهم الدرس، اقرأ على الدنيا السلام. فالرغبة والإرادة والأبليتي هذول الثنتين بيساعدوا القائد على أن يقوم بعمله بشكل صح بشكل سليم إذا كانوا موجودين عنده. لذلك في 4 situations بواجهها القائد. أنا لما بروح على المحاضرة عندي 3-4 محاضرات، بفوت على محاضرة على قاعة على شعبة بلاقي الطلاب إيش؟ both unable and unwilling. أروع الدار شو أسوي؟ I have to do something. بفوت على محاضرة ثانية بلاقي الطلاب unable but willing. يا حرام عندهم الرغبة بس مش قادرين. بدي كمان يكون عندي action. أوكي؟ بفوت على شعبة ثانية بلاقي الطلاب able but unwilling. عندهم القدرة بس يعني مش كالجية. ما بدهم. ما عندهم الرغبة. جزء ما عندهم رغبة لأنه مش معجبهم أنا يعني الشرح تبعي شخصيتي كذا. الله أعلم. بس ما عندهم willingness. They are not willing to do the job. رغبة والاستعداد الداخلي مش موجود عندهم. النوع الرابع من الاستعداد اللي هو both able and willing. People are able. They have experience for 10 years. They know everything about the job. And they are full of energy. Engagement. Willingness. رغبة. Okay. هذول الثنتين
البحورين يشكلوا لك الريدنس الاستعداد، يشكلوا مدى استعداد الشخص للقيام بالعمل. فإذا قبل ما ننتقل على هذه النقطة اللي هو اللي بدنا نعرف هون، إنه أنت كقائد، كقائد your style will be different according to the different readiness levels. هذول هم functions of readiness، يعني متغيرات readiness. لو واحد سألك شو متغيرات readiness بتقول له الability والwillingness. إذن four stages of following readiness، متغيرات أو مراحل الاستعداد، الاستعداد الفالور اللي هو التابع، هم أربعة أشكال. واحد منهم بيكون unable and willing. ففي هذه الحالة إيش لازم أستخدم معه؟ لازم أرجع على الصفحة اللي قبليها وأستخدم telling. telling I have to tell him what to do because he is unable and willing. Both able and willing. أنت بعدين تفهم الحالة ترى. Both able and willing are four. بدي أسألك سؤال، أي واحد فيه يرفع يحط unmute ويجاوب. Both able and willing، لو رجعنا للصفحة القبلية إيش لازم تستخدم مثلا؟ delicating. أحسنتي، استخدم آخر واحدة أو ممكن participating and delegating. okay why؟ مين يقول لي ليش؟ بسمع انه عارف شو بده يسوي. يعني شو بده يسوي؟ يا عيني عليك، هو عارف شو بده يسوي، ليش انا بدي اضل احكي له؟ خلاص. ف unable but willing الثانيه بدك تستخدم معها مثلا ايش؟ ال telling كمان. لكن لاحظ هنا able but unwilling، هو عنده القدره بس ما عنده الرغبه. بدك شكل الرغبه، الرغبه تحتاج لسيلينج، ما عنده رغبة. زي واحد جاي يشتري من عندك بس ما عنده رغبة بالمنتج تبعه، هو جاي يعني داخل الدكان وبده يشتري بس لقى حاله أبس دخل جوا لقى حاله الرغبة تبعته خفت لسبب ما الله أعلم شو هو. فأنت كماركتر you have to sell your product، you need to market your product. so you start encouraging him, motivating him to buy your product. The same thing for employees. Some employees are able. عندهم الخبرة. بس زهقوا. صار عندهم ملل مع الزمن. They are unwilling to do the job. So you have to use the selling. Okay. بس أحلى واحدة طبعاً بتريح المدير القادة اللي أنا بنصحهم دائماً والمدراء، إنه يا أخي اصنع القدرة واصنع الرغبة عند الموظف واتركه يشتغل لحاله. اصنع الرغبة عنده واصنع القدرة وبعدين اشتغل معاه، مش تشتغل عليه، مش تشتغل عليه، اشتغل معاه. work with him instead of. ما بعرف قد ايش ضل فيه، حد بيعرف قد ايش ضل معنا وقت؟ نعم أخذت حضور يا ريناد، الحضور عندي 32 كل أسمائهم الموجودين جاهزة ومسجل. طيب ننتقل، ومجرد أنت لو أنت تترك السيستم وتعطل عندك السيستم دقيقة تبين عندي، لو تطلع من السيستم دقيقة دقيقتين خمسة تبين عندي، لأنه في بدخل على زوم بعمل ريبورت يطلع لي أسماك وكلياتها متى دخلت وأي ساعة خرجت ومتى فتت وطلعت. فأرجو أن الجميع يكون متواجد. عندي فقط 32 طالب يا حرام. أنتوا طبعا في علامات مشاركة، في علامات زيادة، في بونص لأكثر واحد حضر في زوم، واللي بعدي واللي بعدي واللي بعدي. يعني اللي مداوم على الحضور إلو 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 تقدير كبير جدا، وإلو بونص، في بونص للي بحضر. هذا البونص مش يعني مش لازم يكون موجود، بس لا يعني هذا تشجيع كمان وانكرجمنت لكم اللي بحضر، اللي عندي بونص، كل شيء مسجل.
خبروهم الشباب اللي ما بحضروا كل شيء مسجل والحرمان على الطريق جاي. ولا هذا ليس تهديد لكن هذا الواقع. يعني if you don't attend what should I do for you. النظرية اللي بعديها اللي path goal model. لاحظوا path مسار ونحن نحب المسار. المسار يعني الطريق. الطريق ما في زيه. ليش ربنا خلق الإنسان وخلق عنده مخ عشان يعمل طرق. يعمل طرق ليسير فيها مسارات. أوكي. فالباث هو طريق بس مش هدف لكنه يؤدي إلى الهدف. أوكي. path goal theory يعني نظرية الهدف من خلال الطريق الذي يؤدي إلى الهدف. هيك مثلا a leadership theory that says the leader's job is to assist followers in attaining their goals and to provide direction or support needed to ensure that their goals are compatible with the goals of the group or organization. يا سلام هذا ما أحلى. يعني وذلك القائد الذي يساعد assist السطر الثاني assist يساعد المرؤوسين في تحقيق أهدافه مش أهدافه هو بس أهدافه ولكنه لمساعدته في ذلك له ما عليه إلا provide إيش الpath direction الطريق والاتجاه لتحقيق الهدف ويقدم لهم الدعم support اللي بيحتاجوه ليتأكد إنه الأهداف اللي بيحققوها compatible compatible يعني متوائمة مع أهداف المؤسسة أو أهداف الجروب. يعني أنا برسم لك الطريق وأنت ما عليك إلا تمشي عليها. ضايل عندنا يمكن 4 دقائق 20 يعني ضايل أقل من 4 دقائق صح؟ وليش ما بعطيني توقيت؟ كان يعطيني إنه بعد 10 دقائق يقول لي مثلاً كذا. ماش معطيني وين بعطي التوقيت هو؟ مشكلة جي صار الزوم شكله صح؟ صار مشكلة جي؟ والله حلو بس يعني معك 16 دقيقة دكتور. من يزن بطلع بطل يطلع لي التوقيت أنا وين توقيت؟ حط على مور عشان أشوف التايم. طيب بلاش نضيع الوقت ندور على الوقت. فالفور ليدرشيب بيهيفيرز المطلوبين احنا هون قلنا عن ايش هون قلنا عن الباث جول ثيوري. طيب هون ايش هي الستايل بيهيفير او ستايل مستخدم كلمه بيهيفير وستايل اللي لازم حتى يقود الموظف الى الدايركشن تبعه. في عندنا 4 different styles بدنا نشوفهم بالاول بعدين نعرف ايش الستايل المناسب للطريق المناسب للمسار المناسب ولتحقيق الهدف المناسب. في عندنا طريق احد البيهيفير عفوا او الستايل للليدر اللي هو دايركتيف ليدر. دايركتيف يعني موجه يعني دائما هي ستيلينج زي التيلينج بالضبط اذا جاز التعبير. سبورتيف زي سيلينج قبل شويه بالموديل اللي قبل شويه. هي اولويز ماركت سبورت بدعم عنده بعد انساني. بارتيسيبيتيف زي البارتيسيبيتيف اللي حكيت لنا عنه. اتشيفمنت اورينتد مختلف شوي هو القائد اللي في عنده زلم شباب عندهم يعني innovation creativity ودائما بيطمحوا لتحقيق تميز في العمل high quality projects انجازات accomplishment. يعني بيطلعوا مثلا بapplication بيطلع مثلا بمشروع
يحقق للمؤسسة تقليل نفقات، بيطلع بمشروع بيقلل التكاليف، بيطلع بفكرة إبداعية بالتعامل مع الكاستمر. أوكي، هذول دائما بيحبوا الإنجاز. أوكي، فالستايل تبع الليدر ممكن يكون أحد هذول الأربعة، أشد واحد الدايركتيف وأكثر واحد يعني متقدم متطور اللي هو achievement oriented. أوكي، بعدنا نتكلم في path goal model. لاحظوا هنا كيف بده يوصل القائد لل outcomes لل goals من خلال هذول الأربعة أربعة سلوكيات. إذا القائد يأتي ومعه على أقصى اليسار في الموديل one of these four behaviors، بده يستخدمهم لكي يوصل أحدهم، يعني يستخدم أحدهم لكي يوصل الفولورز إلى الأوتكمز المطلوبة. إيش الأوتكم المطلوبة؟ غالباً بتكون performance وsatisfaction، high performance والموظفين عندهم satisfaction. أوكي، هذا اللي أي مؤسسة تحاول تسعى له لهذول الجولز. أوكي، لكن من خلال إيش بمروا؟ من خلال contingency، من خلال situation. إيش السيتويشن اللي المدير بده يشوفه ويختاره مشان يختار السلوك والبيهيفير المناسب. فنفهم هاي الصورة بشكل عمومي إجمالي وليس بشكل سبيسيفيك. لذلك مثلا لما القائد بيكون الانفايرومنتال كونتينجنسي فاكتورز قدامه على سبيل المثال، انه الموظف عنده الانفايرومنت، في انفايرومنتال فاكتورز وفي سبوردينيت فاكتورز، يعني المتغيرات الظرفيه اللي لازم يشيك عليها المدير حتى يحدد للسايد تبعه، هي متغيرات انفايرومنت في السياق بيئه المؤسسه، وفي السبوردينيت نفسه، في الموظف نفسه، سبوردينيت يعني الموظف نفسه. ففي two types of contingency factors لازم يختبرهم ويشوف شو هم حتى يستخدم الدايركتيف او السبورتيف او البارتيسيبيتيف او الاتشيفمنت بشكل يضمن تحقيق high level of performance على اقصى اليمين and high level of satisfaction. فلذلك كأنه بقول لك هنا المتغيرات الظرفية والمتغيرات الشخصية للفرد كأنه بده يستخدم if and then statement. كيف يعني if and then statement؟ إذا كان task structure مرتفع أو منخفض، ماذا؟ يعني contingency. نعم، contingency. إذا كان الformal authority system عالي أو منخفض، إذا كان الwork group عندنا متجانسة متفقة محترمة، في بينهم تيم وورك ولا لا. نيجي على السبوردينيت، نشيك اذا كان الموظف عنده لوكس اوف كنترول انترنال اور اكسترنال، خدناها سابقا. اذا كان عنده اكسبيرينس قويه، هاي اكسبرتيز، واذا كان عنده ريسيفد ابيليتي قويه. بالعموم اذا كان هذول كلهم بوزيتيف، بيكون القائد متجه الى الاتشيفمنت اورينت وشوي participated. إذا كان negative يتجه إلى directive، يعني إذا كانت مؤسسة فيها العمل روتيني بحت، فيها بيروقراطية، فيها formality عالي جدا، فيها الموظف locus of control عنده ما هو internal external، فيها experience تبعته قليلة، في ability تبعته بدها شغل عليها، بنروح على الدايركتيف. والعكس بنروح على ايش؟ على الاتشيفمنت اورينتد. فحسب الانفايرومنتال فاكتورز هذولا، اذا الباث بيكون هو المسار بين الدايركتيف او السبورتيف او البارتيسيبيتيف او الاتشيفمنت اورينتد المتمثله بالليدر بيهيفير، والتي تمر عبر تو تايبس اوف كونتينجنسي فاكتورز، للانفايرومنت طبيعة المؤسسة طبيعة العمل، ولست بورتنيت طبيعة الموظف نفسه، لكي نصل إلى الـ outcomes
اللي هي performance satisfaction و بقي 10 دقائق صح؟ ممتاز إلى satisfaction. هذا ما أستطيع أن أشرحه في هذا الشكل. Okay. I hope it is. You don't take it in a specific terms. Take it in two aspects. One, if all things are positive, we use in the middle course, or support. If the متغيرات ال contingency factors وال subordinate factors والenvironment مشجعة يعني داعمة قوية advance محترمة positive. نختار الـ achievement oriented أو الـ participative. وإذا كان العكس نختار directive أو supportive أكثر. نسبه تناسب. يعني هي مش بشكل مطلق أنت بتكون achievement oriented. لا. نسبه تناسب بيكون الـ style تبعك بحاجة يكون more into participative, democratic, lenient, teamwork أكثر من أنه يكون dictatorship or bureaucratic or directive, etc. I hope this is understood. بعدين يا شباب نيجي على leader member exchange theory. يا سلام هذه النظرية ما في كتاب كتب القوية في الإدارة إلا بتلاقي بتكلم عن leader member exchange. وهي theory يعني صارت عبارة عن theory وحتى في بعض الكتب بحكي لك بس LMX يا سلام LMX مجرد ما قال لك LMX يعني أنت بتفهم leader member exchange meaning it's about the core relationships between the leader and the member. وطبعا هاي أصحاب هذه النظرية بيحكوا كلام مفحم بأنه كل الشغل في المؤسسة اللي هو بحقق نتائج يتمخض عن العلاقة بين المدير والمرؤوس بين الناس مع بعضها البعض وتبادلهم مع بعضهم البعض في العلاقات زي ما نقول بالعربي بالعامية الختيارية شو نقوله حقل لحقلك يعني في transaction في تبادل فهي النظرية بتقول لك the leadership theory نقرأ التعريف هون that says leaders create in groups and out groups and those in the group will have higher performance ratings, less turnover and greater job satisfaction. يعني هذول القادة بيخلقوا بالطريقة هاي ناس زي ما تقول الشلة تبعتنا in group مش الشلة تبعتنا out group والin group بيكون عندهم high performance rating و less turnover أقل دوران العمل ترك العمل and greater job satisfaction رضا أكثر في عندنا transformational and transactional leadership these are some of the modern relatively modern styles of leadership specifically the transformational. Now, most studies, most practitioners, most managers and academics like me consider transformational leadership as an advanced and more successful type of leadership, more than transactional leadership. يعني وفي دراسات طلاب ماجستير بيعملوا كثير دراسات على هذا النوع من القيادة. Transactional leadership leaders who lead primarily by using social exchanges or transactions. كيف بالبنك لما تروح على البنك بقول لك في حركة transaction شو الحركة في البنك؟ إيداع هاي حركة فيها إيش؟ فيها أخذ وعطاء يعني الحركة يعني لما تروح تسحب فلوس في حركة فيها أخذ وعطاء أوكي تعطيهم بعطوك فtransactional leaders نفس الشيء زي ما حكينا قبل شوي إنه هذول الليدرز بيتعاملوا مع غيرهم على أساس إنه if you
do something, you get something. Your incentives, wages, salaries are based on what you do. فالعلاقة هي أخذ وعطاء. أخذ وعطاء. خذ وعطي. High transactional leaders. Exchange. Social exchange. Okay. Transformational leaders. No. بحطوا الأخذ والعطاء على الرف فوق. ينسوا. لكن الفوكس تبعهم, الستايل تبعهم, they concentrate on inspiring, transforming followers to achieve extraordinary outcomes. يا سلام إذا كنت أنت transformational leader, يعني بيكون في نص تفكيرك, في وسط, في عمق تفكيرك, إني الموظفين أنا بدي أحولهم إلى دائما واقع أفضل. واقع أفضل لهم وللمؤسسة من خلال الإلهام والتأثير الإيجابي. inspire معناها إلهام, لكي يحققوا نتائج outstanding, extraordinary. الordinary اللي هو العادي, extraordinary إيش؟ فوق العادة. فوق العادة. فلذلك هؤلاء القادة محترمين, والله أنا بحبهم, لأنه إذا اشتغلوا معك يكون همهم وتركيزهم على أن يخلقوا منك إنسان كل يوم أحسن من اللي قبله, فيما يتعلق في العمل, فيما يتعلق في تحقيق أهداف المؤسسة, وفيما يتعلق في تنميتك وتطويرك وتحسين أدائك. Every day they work on developing you to become a leader. يعني لو حتى صرت ليدر أحسن منه بكيف. زي الأب اللي بيقول لك أنا بحب ابني يكون أحسن منه. ما في أب على فكرة إلا بحب ابنه يكون أحسن منه. لذلك إذا كان ليدر أب يكون نجح. إذا استطاع طبعا. لأنه الكونتينجنسي بتقول إنه ممكن ما يستطيع إنه الليدر يكون أب. بس إذا استطاع يكون الليدر أب والمرؤوسين يعتبروك أب ويعتبرونك أبناء, يكون هنا خلاص خلاص ارتاح ارتاح, يعني حقق ما يصبو إليه من نجاح. أوكي. في عندنا نوع من أنواع القادة اللي هو كاريزماتيك ليدر. الكاريزما عندنا بالأردن وبالدول العربية ومجتمعاتنا بنحب القائد اللي عنده كاريزما, بنحب اللي بشد علينا, بنحب اللي هيك بيظهر إنه هو يعني بطل. أوكي. فهذا النوع ايضا لورا شويه انا بعتبره ممكن يكون سبب في خراب البيوت. وهو ان انثوزياستيك سيلف كونفيدنت ليدر هوز بيرسوناليتي اند اكشنز انفلوينس بيبل تو بيهيف ان ا سيرتن واي. اوكي. يعني هذا القائد عنده عزيمه كبيره, عنده طموح كبير, ثقته بنفسه فوق العادة. أوكي. وبالتالي من خلال الكاريزما اللي عنده بيأثر في الآخرين. خذ على سبيل المثال بيل غيتس أو ستيف جوبز أو جاك ما, أو خذ على سبيل المثال عندنا في الأردنيين إذا جاز التعبير طبعا طلال أبو غزالة. طلال أبو غزالة سواء تتفق معه أو تختلف معه, هو شخصية عنده كاريزما, ناس تحبه, في ناس كثير بحبوه, فعنده كاريزما. أوكي. إذا بحكي لك إشي تصغيره بكل أداة صاغية, صح ولا لا؟ أوكي. فلكن إذا بكون على خطأ هون بيخرب بيت المؤسسة, زي ما صار مع مثلا خلينا نأخذ جمال عبد الناصر في القرن الماضي, خرب مصر ليش؟ بالكاريزما تبعه. أوكي. خسر فيه أكثر من حرب وكذا وكذا وكذا, بدأش تدخل في السياسة. والآخر نوع اللي هو فيجينري ليدرشيب, ذكرنا في المرة الماضية ونحكي عن الفيجينري لأنه ظل أقل من دقيقة, انتهى الوقت وأنا أعطيك العافية. وأنا بحب دائما يظل في وقت تسألوا أو تحكوا, بس يبدو أن الوقت هذا أعطيك في عندك أي سؤال قبل ما ينتهي يعطينا بيب. أوكي الوضع. الله يعطيكم العافية وديروا بالكم, stay at home.
don't go out.